مساء النور أمينة، مساء النور لكل مشاهدينا الكرام وكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى بالجزائر. تتواصل تغطيتنا للصالون، فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25، وتوافد غفير يستمر حتى مساء اليوم. هناك العديد من الكتاب والقراء الشغوفين بالمجال الأدبي والمشتاقين لهذا الأحداث الثقافية الأدبية في الجزائر، متواجدين الآن لرصد أو الحديث حول موضوع جد مهم، مخطوطات تعود إلى 8 قرون، تتحدث حول أبرز الأحداث الثقافية أو تبرز مجالات عديدة في الثقافة الجزائرية. سعيد السيد فريد عتيق العامل بوزارة الشؤون الدينية والمتخصص في ترميم والحفاظ على مختلف الوثائق، مساء النور فريد. مساء الخير، مساء الخير للمشاهدين الكرام، بارك الله فيكم. نعم فريد، هذا لأول مرة الصالون الدولي للكتاب يعرض وثائق تعود إلى 8 قرون، تبرز نقول تتحدث حول الهوية الجزائرية، حول الثقافة الجزائرية، وحول العديد من الأحداث ربما التي يجهلها المار على الصالون أو يجهلها الكثيرون. نعم، لأول مرة تعرض هذه المخطوطات في هذا الصالون، والدليل على ذلك الإقبال الكبير من طرف الزوار إلى هذا الجناح لرؤية ومشاهدة المخطوطات، وخاصة هي لعلماء الجزائر، ألفها علماؤنا الأجلاء. نجد أقدم مخطوط على سبيل المثال مؤلف من طرف سيدي عبد الرحمن ثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عرض في اليوم الأول وهو بخط يده، لديه أكثر من 7 قرون، ولكن عرض لمدة قصيرة من الزمن حوالي ساعة، ثم نقل لأنه مرمم كيميائيا، ربما التصوير يفسده أشعة الشمس، ولهذا أعيد إلى مكتبة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المختصة في حفظ الوثائق. ونحن اليوم بإذن الله تعالى والبارحة عرضنا جملة من المخطوطات لعلماء الجزائر، ولدينا وثائق تاريخية هامة تبرز الأحداث التي مرت على منطقة المغرب العربي ككل، بل على الجزائر خاصة. كما نعلم أن الوثيقة التاريخية التي نمتلكها هنا اليوم عبارة عن قصيدة، وهذه القصيدة حينما يمر الزائر ينظر إليها ويظن أنها قصيدة، ثم نقوم بشرح هذه القصيدة فنجدها هي وثيقة تاريخية مهمة جدا. هي عبارة عن قصيدة تسمى بالقمرة، كتبها علماء الأندلس الذين أطلق عليهم تسمية الموريسكيين، وهم آخر من بقي من المسلمين بعد سقوط غرناطة. ولما ظهرت محاكم التفتيش وظهرت جرائم هذه المحاكم، محاكم التفتيش، فكتب هؤلاء العلماء رسالة يستنجدون سليمان القانوني أو سليمان اسطنبول، ويقصون كذلك يعني الجرائم هذه التي يفعلها محاكم التفتيش. وكنت أشرح للسادة الزوار فقلت لهم بعد أن ذكروا السلام على الخليفة وأمير المؤمنين مباشرة تطرقوا إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المعاناة التي يلاقونها من طرف محاكم التفتيش، وخاصة قالوا في البيت الذي كتبوه باللون الأحمر لكي يظهروا أن أعز ما يملكه المسلم هو المصحف، قالوا فيه: وأخذوا ما كانت لنا من مصاحف وخلطوها بالزبل والنجاسة، ومن وجدوه صائما أفطروه مرة بعد مرة، إلى غير ذلك من المعاناة التي ذكروها. كذلك بينت لهم أن هذه المخطوطات كلها لعلماء الجزائر، انطلاقا من سنوسي الذي شرح أبي مقرع، وأبو القاسم البجليلي الذي يظهر مؤلفه هذا لأول مرة في هذا المعرض، بل لم يعرف إطلاقا أنه ألف هذا المؤلف وهو بخط يده، هو عبارة عن شرح شواهد خالد على الأجرومية في اللغة العربية. فريد عتيق على كل هذا المعلومات، والأكيد أن الجزائر تسخر بهكذا وثائق تاريخية تعود إلى أكثر من 8 قرون. عودة إليك أمينة.
شكرا جزيلا لك يا صفا من ناس مفادة تلفزيون النهار إلى